ألو ألو، كيفك أختي؟ يعني كيف بدك يعني يكون يا حنيفة؟ اليوم رحت على قبور أخوتنا وقريت الفاتحة على أرواحهم. تمنيت لو كنتي معي. ليش رحتي بكير؟ لسه 5 أيام للذكرى السنوية للحريم. رجعت زهرة وقربت ولادتها. خفت ما يخلوني إنه أطلع من القصر إذا هي ولدت. لا تخافي، أنا بلاقي شي طريقة وبتعلق. أختي، وقت أنتي رحتي على الموت فكرتي فيني شي؟ أنا سمعت إنك وقفتي قدام عدونا بكفنك بالليلة اللي تصوب فيها أزهد. كنتي حتتركيني عند عدونا وتروحي على الموت؟ تعرفي إنك الماضي تبعي يا حنيفة. كيف بدك يعني يتخلى عنك؟ أنا كنت مخبرته لمحمود بهالشي وطلبت منه إنه ياخدك لعند جنول السلطانة. وإنتي رح تساوي مشان جنول كل اللي سويتي مشان. انتي ضحيتي بكل حياتك مشان اخواتنا، وبفضلك ارواحهم هلا نايمه بسلام يا حنيفه، وبشي يوم نحن كمان رح ننام بسلام. في حدا جاي، لازم سكر. كنتي رح تتركيني؟ ما كنتي رح تاخديني يا أختي، ما كنتي رح تاخديني، كنتي رح تتركيني. نفس الخط، معناتها يلي بعت الملاحظات نفس الشخص، هو بيعرف إنه بابا بريء. يلا ريان، ورجيني الملاحظات اللي اجت هون. بس الملاحظات يلي اجت ما ضلت مع مينا. لسه في ملاحظة تانية كمان. إذا كان بدك تكشف الحقيقة، كون قريب من نصوح شاد أغلو. عنده سر مهم كتير عم بيخبيه عن الكل. وهالشي هو اللي رح يقربك من عيلتك ورح يقرب ريان من ميرا. إذا كان الموضوع متعلق بحياة أبي وسلامته، شو ممكن يكون جدي عم بيخبي؟ ما عم بتصدقيني. معك حق، لو أنا مكانك ما كنت صدقت. بس أنا مجبور أمشي حسب المكتوب بهالملاحظات لحتى أقدر أوصل لعيلتي. لا تواخذيني، أنا زعجتك كمان. أصلاً أنا بصدق هالملاحظات.